ملي ما نقدم لكم مايونيز بلا بيض، تكون من الحليب كاس الحليب ما عمرش بزاف، كاس الزيت، 10 كبيرات الحامض، 10 صغيرات المرطار، نص 10 سنيدة الملحة. وهذا الحليب خصو يكون بارد هو الزيت باش يطلع مايونيز مزيان، ولا المرطار تكون باردة. شو ولا شتي بلا بيض الحليب رائع. التكستور ديالها شوفوا رائع.